يعني الاكستري الثاني ديال الالبوم ريمونتادا، والاغنيه هذه غادي تحط من بعد سون تيتر والناس اللي غادي يختاروا العنوان ديالها، حيت يعني فضلنا ان الجمهور هو اللي يختار العنوان الاغنيه، و ان شاء الله كنتمنوا ان في الشو تدوز مزيان وتعجب الناس من بعد، لان غتحط جوست ابخي في يوتيوب، والكليب ديالها غيخرج من دابا واحد اسبوعين هكذا ان شاء الله. اللي كنفكر انني ان شاء الله نرجع يعني من بعد مسيره فنيه نرجع لداكشي اللي قريت ونحاول نستثمر فيه، علاش لا؟ هي فكره مزيانه ان الواحد من بعد واحد كارير طويله يستثمر داكشي اللي قرا، والدبلوم يعني كيبقى ديما شي حاجه كنفتخروا بها وكنعتزوا بها حيت تقاتلنا عليها بزاف. شكرا لك.